ونتابع الآن مشاهدينا مباشرة من مدينة قازان الروسية، نتابع تجمع المشاركين رؤساء الدول والقادة المشاركين في هذا التجمع لالتقاط صورة تذكارية في ختام أعمال قمة بريكس في مدينة قازان، والتي عقدت هذا العام بعنوان بريكس والجنوب العالمي لبناء عالم أفضل بشكل مشترك. ونشاهد مشاهدينا رؤساء الدول المشاركة، الرئيس بوتين يتوسط رؤساء الدول، والرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك بجوار رؤساء الدول والقادة في هذا التجمع لالتقاط صورة تذكارية في ختام أعمال قمة بريكس، والتي عقدت هذا العام بمشاركة حوالي 36 دولة من بينها 22 على أعلى مستوى، مستوى رؤساء دول وقيادات، بالإضافة إلى 6 منظمات دولية.